تشرفت اليوم بتسلم الرسالة الملكية السامية واللي هي غادي تشن واحد المسار ديال المراجعة ديال مدونات الأسرة، هذا الورش الإصلاحي الكبير اللي هو يعني شرف للجميع، وحددت الرسالة الملكية الجهة اللي غادي تشرف يعني على هاد عملية ديال الإصلاح والمشكلة من وزير العدل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس ديال النيابة العامة. هذا منهجية العمل مبنية على الإنصات، سمعوا الناس وفق مقاربة تشاركية، بالإضافة إلى تحديد ديال واحد السقف ديال 6 شهور باش يكون هذا المشروع إن شاء الله كامل. وتفعينا المضامين ديال الرسالة الملكية، اجتمعت بالسادة الأعضاء ديال هاد مجموعة ديال القيادة اللي كينا، واتفقنا بأنه غادي يكون اجتماع ابتداء من الأسبوع المقبل، هاد الأسبوع هذا إن شاء الله، باش يوجدوا راسهم ويكونوا لقاءات، ومن بعد يتفتح الإنصات يعني الجميع يعني المكونات ديال المجتمع المغربي اللي كتهتم بهذا الأمر. أهم حاجة في يعني في هاد اللقاءات هو الإنصات، وباش من بعد يكونوا تقارب ديال الوجهات النظر، مع العلم أنه الحمد لله الرسالة الملكية جابت بوضوح يعني لي كونتور ديال هاد المسائل اللي غادي نمشيو ليها واللي كتهم مدونة الأسرة. وتمنوا لنا هذه لحظة يعني اللي هي إصلاحية ولحظة كبيرة بالنسبة لبلادنا، وتمنوا أن الكل يساهم فيها بشكل إيجابي باش نبنيو واحد المدونة ديال الأسرة كما بغاها سيدنا. يبقى أمير المؤمنين هو يعني له القرار الأخير، ينفوها هذا العمل كله تعمل، كل شيء غادي يكون عنده بينيتي باش إن شاء الله نمشيو كما جاء في الرسالة الملكية المشاريع قوانين من بعد إن شاء الله.